السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، مرحبا بكم في فيديو جديد في وصفة جديدة مواصفات سمية. اليوم ان شاء الله غادي نصايبو كيك كيجي خفيف ورائع بحجم عائلي، ما كيجيش معجن من الداخل، بمقادير بسيطة ومتوفرة في كل بيت. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. الى عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسوش تدعموني بلايك وتشاركوا في القناة ديالي باش دائما نحط الجديد. 4 البيضات بحرارة المطبخ، ضروري يكون خرجناهم من قبل من الثلاجة، ميكونوش باردين باش يطلع لينا الكيك ديالنا. غادي نضيف عليهم كاس ونص ديال السكر سنيدة حبيبات، نضيف كاس ونص. ضفت الكاس الاول، دابا نضفت نص كاس. ديما كنعبروا بنفس الكاس جميع المقادير، نفس الكاس اللي متعودين تعبروا به من قبل. نضيف كاس ديال الزيت نباتي عامر، انا كنضيف دائما بهذا الكاس هذا. غادي نضيف كاس ديال الحليب عامر، كاس الحليب بارد يكون سخون. نضيف ياغورت باي نكهه بغيتو باش نسمو بيه، انا غندير بنكهه الفاني. ياغورت او كاس الليمون معصور اللي بغيتو، عصير الليمون. وغادي نضيف جوج اكياس ديال السكر الفاني بنكهة الفانيلا، جوج اكياس فاني. نضيف قبصة ملح باش نعادلو الذوق غير شوية، ونخلط الكل جيدا بلا طراب كهربائي، غير بطراب يدوي حتى يندمجو جميع العناصر. من بعد ما خلط جميع العناصر غادي نبدا نضيف الدقيق. غنضيف الكاس الاول، خلط الكل جيدا. نضيف الكاس الثاني، ديما كنعبر بنفس الكاس. وغادي نضيف ثلاثة ديال الخمارات، خمارات ديال الحلوى بيكنج باودر. انا عندي قرعة غادي ناخذ القيمة ديالها، وحدة جوج. خلط الكل جيدا. انا هنا بقى العجينه ديالي خفيفه، غادي نزيد الدقيق. الكاس الثالث غادي ناخذ منه غير النص، ما غاديش نديرو كله، ونخلط. نحصل على داك القوام اللي بغيت. غادي نزيد نص كاس. هاد الكيكة دخلت فيها ثلاثة الكيسان ونص،
من بعد ما خلطتها مزيان دخلت فيها 3 الكيسان ونص. غادي ناخد كاس ديال الحليب يكون سخون مزيان وغادي نخويه ونخلط بزربه. زيت ندمج داك العناصر. كتجيني بهذا القوام، هذا كتجي خفيفه بهكا. خلطت الكيك ديالي كيجي بهذا القوام هذا خفيف، نخليوه على جنب. ناخذ مول دهنتو بالزبده او الزيت، عوض ما غادي نرشو بالدقيق غادي نرشو بالزنجلان او بكاوكاو مهرمش او باللوز مهرمش اللي بغيتو، كيبقى لكم ديك الساعه الاختيار. نرشو كله بحال هكا بحال اللي غادي نرش الدقيق. نعود ما غادي ندير الدقيق غادي ندير الزنجلان بحال هكا حتى نكمل. وغادي غناخذ الكيك ديالي غادي نهزها شويه الفوق ونخوي ونكون مسخنه الفران من قبل. على درجة 180 وندخلو لمدة ساعة لا روب، نخليه يطيب على خاطرو ومن يطيب نرجعو ان شاء الله. من بعد ما طاب الكيك ديالي على الشكل النهائي بلا ما نحتاجو نزينو، كيجي مزين الراسو بداك الزنجلان اللي درنا بلاصة الدقيق. غنقطعو معاكم نشوفو كي كيجي من الداخل. صراحة كيجي رائع رائع جدا بمقادير متوفرة في كل بيت وبسيطة ما كيجيش معجن. نتمنى فيديو ديال اليوم يعجبكم ونتمنىكم تجربوه بصحة وراحة، ونشوفكم ان شاء الله فيديو تاني. السلام عليكم.